مرحبا، أنا زكا مزاهرة، زوجتي المريض عدنان عماري. تقريباً من شي شهرين رجع زوجي من الشغل وكان عم يشعر بضيق تنفس أو صعوبة في التنفس بشكل طبيعي. باشرنا وتوجهنا لمستشفى برجيل التخصصي بفرع الشارقة. دخلنا غرفة الطوارئ، لحسن حظنا كان الدكتور عبد الكريم متواجد في هذا الوقت. شاف زوجي ولحالته الأعراض الموجودة عنده من صعوبة في التنفس باشر وطلب بصور أشعة وتحاليل وفحوصات كاملة. وبعد الفحوصات تبين بأنه زوجي بيعاني من صعوبة في التنفس لسبب التهاب شديد جدا في الرئة. باشر دكتور عبد الكريم بإجراءات الطبية الضرورية اللازمة لمثل هيك حالة، واللي كان هي يختصر أنه يدخل على غرفة الآي سي يو لأنها مجهزة بتجهيزات خصوصية لحالة عدنان، حالة زوجي اللي هي صعوبة في التنفس. في غرفة الآي سي يو بدأت رحلتنا واللي قضى فيها تقريبا 50 يوم كاملين، واللي كانت أيام صعبة جدا، لكن يعني نحكي الشكر لله أولا، والشكر الثاني والكبير للدكتور عبد الكريم لرعايته ومجهوده المتواصل خلال 50 يوم كاملين بمعالجة زوجي خلال هاي الفترة، واللي كان فترة عن جد كانت صعبة لأنه كان زوجي عنده كانت بعض المشاكل الصحية الأخرى، من سكر، من ضغط، من قلب، من أمور كثيرة كانت تعمل شوية مشاكل، بالإضافة لمشكلته الرئيسية اللي هي كانت صعوبة في التنفس، أن نزل أكسجين عنده لنسب كثير متدنية جدا، وكان أكثر من مرة كان في احتمال كبير جدا أنه يوضع تحت جهاز التنفس الصناعي. ولكن يعني نرجع نحكي شكر لله وشكر للدكتور عبد الكريم ولكل الطاقم الكادر الطبي اللي كان متواجد في غرفة الآي سي يو والتمريضي كاملا. احنا عم نحكي عن 50 يوم صعبين، ولكن فعلا العناية اللي زوجي اتلقاها في هاي المرحلة كانت عالية جدا، والآي سي يو كان مجهز كاملا لاستقبال هيك حالات صعبة وحالات حرجة. ما كان عندنا الخوف أبداً لأنه كانت متابعة 24 ساعة من جميع الدكاترة ومن جميع الكادر التمريضي كمان. ما شعرت أبداً بأنه أنا في مكان غريب، بالعكس وكأنه الجميع كان أهل، كنا زي عائلة واحدة متعاونين مع بعض، دعمونا بطريقة كتير كبيرة بهاي المرحلة الصعبة الحالة اللي كنا موجودين فيها. خلال تواجدنا بالآي سي يو استمرت تقريبا 50 يوم، كانت مرحلة كتير صعبة، لكن الحمد لله والشكر أولا لله، والشكر الكبير والجزير لدكتور عبد الكريم اللي تابع حالة زوجي يوم بيوم واتخذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة اللي زوجي كان بحاجة لإلها، بالإضافة الشكر الكبير لكادر الطب الكامل في غرفة الآي سي يو للتمريض كاملا اللي خلال هالفترة الطويلة والصعبة والقاسية كانت، بدنا نحكي لأنه زوجي بأكثر من مرحلة كان تعرض أنه ينحط تحت الجهاز التنفسي، ولكن كانوا فعلا مثل العائلة واحدة بدعمونا ورفعوا معنوياتنا، واهتمامهم الكبير كان جزء لا يتجزأ من خروج عدنان من هاي المرحلة الصعبة. الشكر الكبير لمستشفى برجيل التخصصي الشارقة لاهتمامه وعنايته وبجميع كوادره الطبية. وبعد هالمرحلة الصعبة بشكر الله لأنه تعديناها الحمد لله بشفاء زوجي، شفاء كامل الحمد لله، واليوم إن شاء الله رح يطلع من المستشفى. والشكر الثاني الكبير للدكتور عبد الكريم، الدكتور الأخصائي اللي كان متابع حالته، ولجميع الدكاترة والممرضين. الشكر الكبير يا مستشفى لمستشفى برجيل التخصصي الشارقة للعناية اللي بتقدموها لجميع مرضاكم. شكراً كتير، شكراً كتير. السلام عليكم. I'm Dr. Abdul Karim Nassar, pulmonologist in Burjeel Hospital, Sharjah. This patient, 60-year-old Adnan, came with history of uncontrolled very bad diabetes, hypertension, heart failure. Came with severe shortness of breath and coughing and desaturation, autosat
room air was around 70 and admitted to ICU with pneumonia, bilateral pneumonia, ARDS, and admitted for 50 days with many complications, with severe infections, with very bad uncontrolled diabetes. All of these complications happened with him. We managed him with multiple medications, with multiple antibiotics, steroids, monoclonal antibodies, other complication, ICU support, everything. And after 50 days of full treatment and supportive care, he's planning to discharge today at home in good general condition and without oxygen, with controlled diabetes and heart failure and chest infection. And we will follow him also, inshallah. I have my clinic in Bouzil Hospital, Sharjah, pulmonary clinic. If anyone has problem with chest problem, shortness of breath, chest pain, coughing, any respiratory problem, he can come to me and we will take care about him and we'll do everything for him. Thank you.